مساء الخير، حلقة جديدة من برنامج شو تحب. مثل ما عودناكم بكل حلقة من حلقات البرنامج نستضيف نجوم وأسماء مهمة في خرطة فن العراقي. اليوم ضيفنا كاتب مهم وصاحب منجز مهم وصاحب أعمال عراقية وعربية مهمة وصانع نجوم، راح نتعرف عليه. ضيفنا العزيز يتفضل أستاذ. خلونا نسوي نرحب بالكاتب المبدع والاسم المهم الاستاذ حامد المالك. رحب بك اجمل ترحيب في برنامج شو تحب. شكرا ارسلان، شكرا لك، شرفتنا. يعني ساكلها ذيك مطالعه انا انت مطالع، بس انا متاكد الجمهور عرفك من صوتك، من خلال تاثرك الكل يعرفون حامد المالكي، ومن محبيك العراقيين نادر ما يعرفون كاتب، يجوز يعرفونه كاسم كشكل ما يعرفه، لكن انت كسرت هاي القاعده. الحمد لله، توفيق من الله، و شكرا لهذه الاستضافة لقناتكم الكريمة. تشرفنا بكل وقت، وأتمنى أن نقدم مضمونا مفيدا وخفيف الظل. يا رب، هذا اللي نطمح إليه باعتبار شهر رمضان الكريم. يوم 12 الشهر السادس 1990 12/6 برج الجوزاء. برج الجوزاء دائما بس واحد يقعد ياه ساعة يحس نفسه يعرف عنه كل شيء، لكن هو غلطان، يعرف إلا القشور. عميق برج الجوزاء بطبعه، لكن بسبب ابتسامته، بسبب سخيفة برج هذا. ليش يا اخي اي نوبات اكره نفسي من الازدواج، يعني الازدواجيه. هو عنده شخصيته، عنده شخصيه قويه وشخصيه طيبه جدا، وانا اكره نفسي، اقول الله يسعد الناس شلون يتعاملون وياه. يعني بالعكس محبوب. لا مش شفت الا ورا شويه يصير فديك. اي هو شنو هاي السر الازدواجيه؟ ها لكن برج محبوب، برج المشاهير وبرج ال اي. من اين وانت بدات؟ في الثانويه قصه قصيره، فازت في مهرجان المرتبه الثالثه على بغداد قصتي. شخصيه تاثرت فيها، سولفنا على الدكتور العلامه الورده رحمه الله على روحه، لها منجز مسيرتك كلها تافهه. هنا ليش؟ اول لاسباب عديده، السبب الاول قلت لك انه انا المنجز مالي كان على الورق. راح تحول الى ما نفذوه صح؟ لا بسبب هذا يعني. نعم نعم، لذلك لو كنت، لو كانت روايه لتبنيتها، لكنها يعني المكتوب هو يختلف عن الظاهر لاسباب انتاجيه. احنا انتاجيا فقراء في العراق واسباب اخرى. تدخل باختيار الممثلين؟ نعم. مثلا من تكتب مثلا هاي الشخصيه يجي ببالك فلان. نعم. هاي شخصية هنا، شخصية. نعم. شخص مشاكس فلان يجي ببالك. نعم، شخصيات الحب والسلام كلها أنا اختارتها. لأن كان تامر إسحاق حبيبنا المخرج السوري المعروف كان أول تجربة له، وما يعرف بالدراما العراقية. فأناط بهذه المهمة. كاظم القريشي في الدهانة أنا اختاريته وأصريت عليه. أبو طبر أنا اختاريت كاظم القريشي. وباقي المسلسلات نعم انا اتدخل بشده باختيار الموضوع الممثل. حتى في سبب نجاح العمل طبعا تروح للوكيشن تشوف. نعم، في المشاهد المهمه اطلب من المخرج اقول فلان مشهد وفلان مشهد. تمتعظم من تشوف ممثل مثلا ما جاي يؤدي حوارك بطريقه صحيحه؟ صارت في ابو طبر. الممثلين اتصل بي كاظم القريشي، التصوير كان في 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 دمشق الحبيبه. فاتصل بي كاظم قال لي حامد الممثلين ما يؤدون ما مكتوب. احنا ياخذون الفكره ويؤدون من عندهم، فراح تطلع الحوارات متشابهه كلها. وهذا انتم ناس دائما تسالوني ليش الحوار بالمسلسلات العراقيه باهت؟ لانه يمثل بهكذا طريقه. فاوصيت كاظم بالاتفاق مع المخرج ان يكون اضافه الى انه بطل المسلسل ان يكون، يعني هو ترك احد الشخصيات ما مثل معه لانه ما حافظ. اها. وخصوصا ابو طبر في حساسيه سياسيه. شو؟ وحز... كان رعب، هذا مثل فيلم الرعب لكل عوائل. بالضبط، العراقيين صار الرعب بالمجتمع العراقي. لذلك كثير من حواراتي لا تقال، فأصاب بالدهشة. يعني في بداياتي أتذكر يمكن ثاني ثالث عمل كنت أفتح السيناريو وأتفرج على التلفزيون
فأشوف مشاهد مهمة محذوفة، أشوف الحوار غير انحكى بسبب إنتاج، بسبب هيك شيء. هاي هاي جهد، هذا جهد وتعب. هاي أنا أحمل ممثل عراقي مسؤولية أخلاقية في الدراما المصرية، وحاضر الآن بالاستوديو معنا الناقد المصري المعروف محمود الغيطاني. ألف تحية إلى تحية الأستاذ محمود، شرف العراق. أستاذ محمود شرفتنا وبيتك هذا العراق. تناقش أنا معاه في عندهم مراقب نص. وظيفة مراقب، عندنا مراقب تقليل أجور العاملين الفنيين حتى يستفاد المنتج المنفذ. مو أنا تحكيني أرسلان بتقطع علاقتي بالناس كلها. لا لا احنا مريد هذا الشيء. عندنا ممثلين عراقيين شلون مثل ما يقول يجارون الممثل المصري والسوري، وأفضل عندنا عراقيين وأفضل بالعربي مع احترامي طبعا المدرسة المصرية بالتمثيل، والمدرسة السورية تختلف عنها ما ندخل بالتفاصيل، لكن عندنا ممثلين يجارون العالميين. واي نوت، شنو اللي يحتاج لهم حتى يوصلون؟ منتج. منتج ايضا نرجع ل يوم حياتك لن تنساه. اي حلوه هاي الاي. اي 11/91/1990 وفاة والدي. رحمه الله على والدي كان صديقي، ونتوفى حسيت بفقدان الامل. راجل معقل كان وهيك. يس نعم. بس كان يعني في فصيل حمايه الملك فيصل الثاني رحمه الله. كان رجل متدين صالح مهاب في عشيرته وباقي العشائر، يعني كان متواصل وجيه فعلا كان وجيها وعصامي. و درس تعلمته منه والله مثلا قال لك فت حكمه فت كلمه سمعني ابويا، هم اشياء سمعني ابويا، هاي الحكايه خليها ترشيه باذنك. شنو هي الترشيه اللي خلاها باذنك؟ الكلمه هي الترشيه مو معناها. لا في يوم سال صديق للعائله الدكتور نجم حيدر، الاستاذ علم الجمال في كليه الفنون الجميله، النقد وعلم الجمال، ابن عم وشقيق روحي للفنان التشكيلي العظيم كاظم حيدر. اليوم سال نجم صديق اخوي علي رسام وفنان، الف تحيه، فكان يزوره البيت فساله، قال له انا كنت صغير، قال له انا خايف على حامد. فقال له ليش؟ قال له حامد 24 ساعه بغرفته بس يقرا، هذا الحكي لطفل. فأنا خايف عليه اللي يصير بي شيء، يعني يتوحد، يعني كتب هواية، يعني كتب وهاي الأشياء خاف يتوحد أو هي. فقال له لا عفا خليه، راح يصير مثقف وراح يصير شيء زين، يعني هاي حكاية نجم. فكان أبوي الله يرحمه يعني هو لا ينصح بالمباشرة، يعني هذا فتشي عظيم عنده، دبلوماسي. نعم. وكان ينصح بطريقة غير مباشرة. لكن أذكر طريفة حزينة. تمام. كان والدي عنده راديو ناشيونال أو بالكاسيت الواحد شاع في الثمانينات، ناشيونال صارت باناسونيك، وكان يسمع فيها الأخبار، أخبار الحرب العراقية الإيرانية، كانوا يعني إخواني بالجبهة. فقلق أب طبعا، فيسمع مونتي كارلو والبي بي سي، يتنقل بيناتهم. إحنا أطفال نريد نتفرج على التلفزيون، طالع كارتون طالع مسلسل. فقلنا له حجي شو كنت تكسر هذا الراديو؟ قال له كسره من توقف الحرب. اصعد فوق السطح وشمره من وقت الحرب عام 88 اجيت راس العاني، قلت يلا حجي اكسر الراديو. قال هاي العباره. قال لا بابا الحرب هسه بدت. حكيم حكيم. فانا قلت له يا حرب بدت، الحرب انتهت خلصت. قال هسه بدت. انت تباوع للباب، هو يباوع ورا الباب. فظل الراديو ايضا، لكن توفاه الله في عام 91/11 رحمة الله على روحه. و خلف ما مات. الله يرحمه، يعني ما شاء الله كنا احنا 3 بنات و5 اولاد، كنا خلصنا دراسات ودراسات عليا ويعني جامعيه ودراسات عليا الحمد لله. هاي نعمه من الله الحمد لله. عندنا فقره شو تحب؟ خصت فقره بروفايل. شو تحب؟ شو تحب؟ كل شيء احب. تحب الجمال؟ كل شيء يتعلق بالجمال حلو. كل شيء له علاقه بالاناقه حلو. وهذا ما نفتقده للاسف بالآونه الاخيره في يعني نفتقد أناقة الطريق وأناقة السلوك.
حتى هاي اللغه عندنا من فضلك. ايه شكرا. هذا مو بدك المصريين دائما يقول لك حضرتك حضرتك. ايه. ايه. واخذ بال حضرتك. ايه. كان الله يرحمه حبيبنا المحامي طارق حرب. لاحظ جنابك لاحظ لاحظ جنابك. صح. فكان مهذب الله يرحمه. صح. فالقصد انه بدينا نفتقد الى اناقه من فضلك لطفه اذني ايه. اذني اشياء بسيطه بس والسياقه والسياقه داعاني جدا من السياقه. يعني ليش تعاني من السياقه؟ لانه كثير سواق ما مهذبين ما مؤدبين. وكانه عنده خاص لا كانه عنده سباق مع الزمن، كانه يريد يلحق يناقش رساله الدكتوراه مالته. فما يخليك تفوت. والسلوك العبيط ويعتبروها مفخره انه ما خليت هذا يعبرني، هيك مثل المصارعه مباراه. والسلوك الغبي والعبيط الله من يمشون بالطريق واكو شايب او امراه تريد تعبر الطريق وما يوقف لها. أوف. مع الاسف العراق ابو الغيره. مع الاسف مو مع الاسف. فانا اتعمد ان اقف واسوي ما يعبر، يخاف ما واثق انه انا واقف له، ما متعلم. انا اللي اسوي له هيك والله، فانا اقول له اعبر. صح وللاسف هاي المفردات البسيطه. فضلك لطفا شكرا. نعم تدل على لو سمحت هذه اشياء بسيطه تدل على على رقي المجتمع. صح. لكن للاسف الان غابت هاي الامور، ومعها غابت اناقه بغداد كعمران بغداد الان. نحكي على عمران بشي تحب، على عمران بغداد وش تحتاج بغداد. يلا يا ابن بغداد الجميل يا حبيبي. يلا خلاص مكملين. اكيد من جديد نرحب بكم احبتي المشاهدين، ونرحب بنجمنا واستاذنا الكاتب الكبير حامد المالكي. اهلا بك السلام. شكرا جزيلا يا عمر. جزيلا. يا عمر استاذنا عندنا فقره شو تحب. اي قبل ما نبدي بالفقره قلت لك شو تحب هناك، حكينا عن بغداد. بغداد الجميله امنا حبيبتنا اللي نسافر لنا 8 ايام 10 ايام غير دوله. ارسلان تبقى 10 ايام. اي ليش؟ انا 10 ايام انتهي. انا 5 الاكسباير. 5 ايام. اي باوع اكسباير. ايه. الا اذا كتابه. لا انا كنت اسافر بيروت او دمشق اكتب فيها. مره كتبت في الاردن. لا هذا رايح واجب. واجب حرب. واجب عسكري. ايه. لكنه كسياحه ومدري ايش. الاوروبا اسبوع نزلت. اي ما تقدر. ما تقدر. تختنق ابدا. ومن عندك موعد بالمطار مثلا باكر بدك تروح هسه. وبنزل بالمطار واشوف التراب العراقي الغبار. ايه. يعني هذا الجو السخيف. ايه. مالنا والشمس افرح. ايه. ايه. حلش يزفرني. والاكل الاكل لا انا حله عندي. شلون تطبخ؟ لا اطبخ جدا اطبخ اذا اكتب. اقوى اكل اطبخ باراسيتول. شنو هاي باستا؟ اكله اسمها باراسيتول. هاي دواء. جميع انواع الخضر تخليها بجذر. ايه. وتخلي بنص الخضر. ايه. اما لحمه ستيك. هاي لا هي تبسي لا هي شنو. ايه. ايه. او سمك اي شيء تخليه. ها. وعلى نار هادئه فثلاث اربع ساعات. انت اطلقت عليه لقب راستك؟ اي تترسايكلين تنفع. يعني كل الصحيه. اها. مي ماكو. حلو. دهن ماكو. هاي راح ياخذوها اختراعش ال ال ورا اربع ساعات هاي الخضره تصير عصيده يعني. ايه. يعني تصير عجينه. اي عجينه تصير. طلع اللحمه والسمكه من عندها. هذه عصيده حلوه جميله شعبيه فصحى. تكون مطبوخه بالخضار بمي الخضار. هاي الاكله اللحمه. على طاري العصيده جبال القصيده. الكتاب هم شعراء. اي انت شاعر؟ بديت بالشعر. بعدين ما حبيت الشعر. ليش؟ حبيت اقراه. شوف انا اؤمن بالفن المؤثر. وأؤمن تماما أن الفنون لا تؤثر. دوخة يعني. يعني الفنان لا يصنع تغييرا في حركة التاريخ أو حركة المجتمع. ليش؟ كما قالوا لنا. الفنان والأديب يصنع فرجة متعة. لا تحملوا الفنان والأديب والسيناريست وكل أنواع. يعني الفنان مسلي فقط؟ مو مسلي بمعنى التسلية.
يعني مثلا متعب ارد اخلص وقت يخلصون وقت انه شيء جمال شيء حلو متعه لم اجد فنا عبر التاريخ الحضاره لم اجد مثلا قصيده مسرحيه فيلم عمل تغيير الا نوادر او بشخصيات معينه الا نوادر محسوبه جاي نحكي عن قضيه عامه ما غير قضيه عامه ابدا لذلك اكو فن تشكيلي واكو فن البوستر والثنين يتعلقون على الحيطان صح البوستر مباشر صح يعني التدخين ممنوع على البوستر تخليك واحد لكن يدخل. التشكيل بي لكن الارت الفن بي بي فن جمال علم جمال لكن الثنين هو مصنوع من نفس الماده ومطبوع معلق على الحائط صح اكو شيء مباشر واكو شيء مباشر من تحط قضيه بالفن انت صرت بوستر واضح من خليت لقضيه وهدف ورساله الفن جمال يعني انا اشوف فيلم سينمائي استمتع ما اريد يعلمني الاخلاق ولا ينصحني شلون احب وطني ولا شلون احب عائلتي من بديهيات الفن وظيفته اني رايي قد يكون خطا وظيفه الفن جماليه لاحظت جنابك هسه تروح تفتح فيلم سينمائي اي فيلم لازم اخذك رساله بالاخير ماكو رساله مو هذا اللي اريد اقوله ماكو شيء اسمه لازم اخلي رساله بالفيلم هسه حتى الاعمال المسرحيه الدراميه الاشياء تفشل احنا يعني قلت لك بتخلي رساله وهدف صرت بوستر يعني لوحه توجيهيه صح الارت جمال تمام متعه صح. هذا الفن فبالبداية حياتي إنه لازم أكتب عمل بأهداف سامية وبرسالة لا الآن أقول للكتاب الشباب عوفوا هاي السوالف اكتب عمل اكتب عمل يا شاب اكتب عمل بمتعة خليني أحب أشوف الفيلم مالك خليني أحب أشوفه حتى لو تحكي على قضية عادية كلش عادية بين شلون يصير اثاره احكي لي اذا ما شوف عندنا مثل مهم فيلم سيبريشن مال اصغر فرهادي يمكن مخرج ايراني اخذ اوسكار شنو المحتوى مالته واحد يطلق زوجته تريد طلقه حتى السافر هو ما يرضى لان ابوه بالزهايمر شنو المضمون يعني هسه المضمون اذا اقول لك مثلا بي مثلا هو عنده ابوه يعني زين الوالده هاي بديهية ايه الفيلم ممتع بأربع شخصيات ويدور في شقة في براعة إخراج براعة سيناريو استمتعت من شاهدته لعد ليش نرجع أول كل ما نرجع وقلنا الإنتاج والإنتاج هذا إذا اللوكيشن واحد وما بي حتى إنتاجية كبيرة إذا الخلل هسه صار مو بالإنتاج صار بالفكرة بالكاتب وبالمخرج وبالممثل خلل مشترك لكنه المنتج اللي أنتج فيلم سيبريشن انفصال هذا منتج عبقري طبعا هو انفق بفلوس بس انفق على فيلم مساحته الانتاجيه صغيره فلات شقه بمشهدين خارج الشقه بس مشهدين اربع ممثلين شايب بالزهايمر فعلا بالزهايمر يعني مو ممثل وبطل وبطله ممثلين وطفله بالثالث متوسط هاي فقط الفيلم فقط تمام نرجع الى المربع كمل حتى نرجع الى مربع لذلك انا ما ضد انه تحط هدف يعني مثلا عادل امام اكثر ممثل اشتغل ضد الارهاب صح في مصر صح حتى تهددوا ارهاب وكباب وما ادري ايش الارهابي والكذا هل توقف الارهاب في مصر والعالم العربي لا لكن نبذهم واذا نبذ الحركه لكن اكو ارهابيين واكو ناس دا يصيرون ارهابيين هاي صح بس لكن يجوز اكو شباب بالانتخابات يا اخي بالانتخابات استاذ حامد اقاطعك بحب وبالعسل ان شاء الله بالخير اكو شاب مثلا يريد يتجه ومقتنع بهاي الفكره لقيت كم واحد تاثر مو احنا هاي ما نقدر نحكم عليها انا قلت لك مو قضيه عامه يغير شخوص يغير وهو اذا غير لواحد اثنين خلص من هذا منجز عظيم دائما اقول اذا واحد اثنين لكن هاي مو وظيفه الفنان لا وظيفه منو ها لا هاي وظيفة التعليم التربية والتعليم نرجع هسه من التربية والتعليم نعم نرجع إلى بغداد أي شنقص بغداد حتى تكون جميلة هي جميلة أكيد بجوها بناسها بكل أشياءها ينقصها أمين
قبل ما اسوي امين بغداد اروح اشوف بيته، شوف لوحاته اشياء انيق، معلق لوحات مشتريها من فنانين مهمين، لو مال الكرادة تجارية. عنده حديقة حلوة بالبيت، عنده تحفيات حلوة، البلاط مال البيت، البردات، أنا ما أريده غالي بس لكن أكو لمسة ذوق، أكو ذوق. هذا خليه يصير أمين بغداد وأقول له سوي بغداد مثل بيتك. الله، خلي لمسات، ينقص بغداد لمسات جمالية. مثل شنو؟ وأني قريب جدا من الأمناء، كل أمين يجي يتصل بي. بعدين أنا تركت، آخر أمين كان الأخ عبد الحسين المرشد اللي باعتقادي أبو جعفر اللي أعتقد عندي صور وياه بلجيكا حاليا. نعم عندي صور وياه، إذا تريدون أنزلكم إياها. قاعدين بالقاع لابس دجداشة، رحت للبيت لابس دجداشة وقاعدين بالقاع ويانا حسام عبد المحسن الفنان التشكيلي المعروف، يستعرض جدارية عظيمة لبغداد بسويها حسام. وقاعد هيك فاتح عينه بالدشداشة ونقرر وين ننصبها. يعني قام يدز علي حامد تعال للبيت شلون نسوي بغداد حلوة. شنو اللي منع السر؟ اعطيته مقترح نسوي معرض الفن التشكيلي 30 رسام شاب. حلو. وكل رسام نعطيه 500,000 صلاحيته. 500,000 دينار، طبعا الرسام الشاب 500,000 دينار عظيمة له. صح. هو يبيع اللوحة ب50,000. صح. فطيت قائمة الأسماء مال الفنانين وسوينا المعرض. والاقتناء لأمانة بغداد تقتني هاي اللوحات. حلو. وتعلقها في أروقة أمانة بغداد. جميل. هذا المشروع أيضا طيت إياه وصدر بأمر وصار. وعلى الوعي البلدي في أمانة بغداد. الوعي البلدي هاي في أمانة قسم هذا الوعي البلدي. في أمانة بغداد أكو مديرية وقسم وشعب معروف اسمها الوعي البلدي. هاي وظيفتها تقول للناس لا ترموا الأزبالة هنا. أيه. هاي ببساطة. أيه صح. يعني هاي الوظيفة البسيطة. لكن للأسف هواي قدمت لهم أفكار وما استوعبوها. فقررنا نسوي مهرجان. ناس دخلت على الخط خربت الغزل. لا 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 مو ماكو هاي المؤامرة، بس موظفين هذا يعني موظف فستكي صار موظف وصعد. يعني مخلين بيها خريجين فنون جميلة أو خريجين هندسة معمارية اختصاص ما لا لا ماكو. وعندهم لجنة اسمها لجنة الذوق مسؤولة عن ذوق بغداد، ما عدنا مسات يعني ما يدحت يعني يزعلون مني، لكنه تعبت أنا في وقتها. حتى سوينا مهرجان فن الكاريكاتير بوعي بلدي، وأيضا صدرت الأوامر. بعدين هو طلع من الأمانة و استمر صديقي بلاسم محمد، استمر مع الأمناء الآخرين يعني مارس هذا الدور بلاسم، وقدرت آني وبلاسم نسوي الآتي. لقينا مدير الرصافة، مدير الرصافة يعني شو يسمونه مدير بلدية الرصافة بدون ذكر الأسماء حتى ما يصير دعاية. رحنا له كان متفهم على قضيتين يعني. شارع المتنبي سوق السراي. أيه. السقف ماله تسقيفه ومجاري جديدة. أيه. وتحتية جديدة ومقرنص جديد. حلو. هذا احنا سويناه. أه. الثاني اللي سواه هذا الرجل يعني هسه اللي موجود بالمتنبي هاي. نعم. فكرتكم؟ نعم نعم يعني كفكرة، لكن هي حتى مو الأمانة السراي دي. السراي مو السراي. إيه؟ احنا سويناه السراي. إيه؟ احنا سوينا القاع والمجاري وال والسقف. حلو حلو. سوينا اللي يم المقبرة الإنجليزية كانت أزبال يم كلية الآداب. واضح. فسوينا حديقة وكم مصطبة أكو. حلو. الطلاب يعني هسه كل ما أفوت أشوف الطالبات ينتظرون أهلهم وقاعدين على المصطبات. إيه. أفرح. إيه تفرح. الفكرة كانت بسيطة يعني إنه هاي الأزبال. حلو حلو. يعني المسؤول يسمع من الفنان أو. نعم هذا الرجل. لأن يعني هو الفنان بدوره هو صانع جمال. للأسف هذا الكلام من هاي المشاريع هواي قدمنا. لم يؤخذ بها بسبب الحجة التاريخية. فلوس ماكو، وكأن البلد هذا النفطي العظيم. شوف عمان جد أنيقة. رغم ما عندهم نفط، مي ما عندهم، مو بس صح نفط. صح. عمان تقعد كل 10 أيام يجيك المي للبيت تعبي خزانات. نعم تعبي خزانات كل 10 أيام. هاي الخزانات لازم تكفيك 10 أيام. نفط ماكو، مي ماكو. وروح شوف أناقة عمان. العراق أبو الخير.
وين وين الخير؟ قمنا نخجل بشكل مختصر حتى ما نبتعد اكثر. رسالتك اللي المسؤولين على بغداد، ايش يحتاج البغداد بدقيقه؟ جيب واحد معماري يفتهم، وجيب فنان تشكيلي، جيب واحد يفتهم علم الجمال. حلو. سووا لكم لجنه، قولوا لهم شوف، صدر مره امر بحكومه المالكي، اني المفكر الكبير زهير صاحب، المفكر الجمالي العظيم زهير صاحب، محمد الكناني، الدكتور محمد الكناني استاذ كليه الفنون الجميله، استاذ كليه الرسم، رئيس قسم التشكيلي، الاستاذ حسام عبد المحسن، المرحوم الراحل الباقي بلاسم محمد، وانا ايضا استاذ كليه الفنون الجميله، استاذ نعم رحمه الله على روحه، الله يرحمه، وانا اعوذ بالله من انا لجنه ستتنا امر ديواني ب مراجعه كل نصب وتماثيل العراق من الشمال الى الجنوب، واستحداث البديل عن اي نصب سيء، وتطوير المعالم لاي نصب مهم، المقتربات. لم يصدر هذا يعني صدر هذا الامر، تغيرت الحكومه، لم يؤخذ به، لم يؤخذ به باعتبار حكومه سابقه في لجنه انا كنت بها شكلها العبادي الذي جاء بعد المالكي، صح، اسمها لجنه نصب النصر. اقترح العبادي ان نسوي نصب للنصر، نصب عملاق، ودائما ما يدور حدائق ومتنزهات وسينمات ومسرح. اطلقنا المسابقه، اعلنا مسابقه، وصل انا كنت عضو باللجنه ومنسق اللجنه، وكان معنا المرحومان شفيق المهدي، مدير عام في وزارة الثقافة، عن التشكيليين، والمرحوم بلاسم كان رفيقي دائما، ومن المرور ومن أمانة بغداد ومن محافظة بغداد لجنة، وكان يرأس اللجنة بعمل دؤوب الأخ الأستاذ مهدي العلاق، وكنا نجتمع في أمان العامة لمجلس الوزراء، وأطلقنا المسابقة، ووصل إلينا 52 مجسم من أجمل ما يكون. وين وين؟ كل مجسم يعني عملاق، يعني إحنا بدنا مجسم وثريدي. طبعاً الثريدي إحنا بدنا يدهمنا الوقت أم هالفقرة هاي في سبيل حتى نختصر. المساء طلع العبادي، إجا عادل عبد المهدي، مآل هذه الماكيتات في مخازن، هاي قرفتكم خير يا هل يجي تطيروا. استاذ حامد، اكو قضيه اللي قلت اعوذ بالله من كلمه ثانيه، ليش اعوذ بالله من كلمه ثانيه؟ يعني تكبر. لا مو تكبر، هي يعني يقال انها بدعه امويه في زمن الامويين، لانه الهاشميين كان يقول مثلا زي العابدين سلام الله، انا ابن مكه ومنها، المتنبي المتنبي يقول انا الذي نظر الاعمى، انا 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 بالنسبه لي ما القضيه مو دينيه ولا اعرف ولا تاريخيه، تكبر يعني تواضعا. تهزني ابيات درويش، تنسى وكانك لم تكن، تنسى كمصرع طائر، تنسى ككنيسه قديمه، احنا لا شيء، صح، بس لكن كلمة آني ما تعني لي ولا تمام شيء. تمام إن شاء الله أنت سالم وغانم وطول العمر. فقرة شي تحب، ثلاثة ظروف بها أسئلة صعبة وسهلة، ونحن نحن كم سؤال يصير أترك سؤال، أنت شو تريد بخذ أنت. تريد يعني بيها ترك؟ لا أختار لك ظرف من الظروف، يا ولا تحبه. إذا علون علون، ما نحب السماء، الزراقات الزراقات والأسود مو؟ لو كنت مسؤول عن أمانة بغداد لجعلت اللون التركوازي، هو لون بغداد، هو لون بغداد لأن العراق مشهور بقبابه التركوازية، صح، حتى والتخم البردات أيش التركوازي، جميل جميل. السؤال الأول، كتبت ثلاث مسرحيات فقط، ترانيم الضياع والعربانة وغيرها، شو تحب من بينهم؟ هاي باعتبار فقرة، شو تحب تختار؟ شو تحب؟ العربانة طبعا، العربانة. حامد المالكي الاهتمام به عربيا اكثر من عراقيا، شو تحب تعلق عن هذا التقصير بتقدير المبدعين من العراق؟
والله زين يعني الإعلام العراقي مهتم بي. لا مهتم بك لكن عربيا قبل ما اجي كان حوار عندي مع الجزيرة نت. ايه ما اعرف يعني ما اعرف ما احس انه الإعلام العراقي ظالمني يعني. مو ظالمك انما يعني ما اعرف شلون اوصف لك اياها. هي الاعلام العراقي قاصر. الاعلام العربي يعني فخامه تحسه اكثر. اي يعني شنو القصور بالاعلام؟ دائما ضيف ضيف هسه انا جاي انطق حتى طفروا احنا حتى سبوتنيك دائما انا ضيف في القاهره يعني يتصلون بي. المهم ما اعرف احنا كل قائمين على القنوات الاعلاميه والمشاريع الاعلاميه يعينون اناس يديروها مو كلهم طبعا لا علاقه لهم بالاعلام. صح. جربت ان تعمل مصور فوتوغرافي؟ لا انا مصور فوتوغرافي محترف. و شو تحب من هاي المهنه؟ وعضو لجنه التحكيم لسنتين في جمعيه العراقيه للتصوير والمخرج الاستاذ سعد عبد الوهاب بصور وياي وانا تلميذ وكنت تلميذا لفؤاد شاكر. فانا مصور لكنه ضيق الوقت وافتخر اني وسعد جاسم الزبيدي ابن جاسم الزبيدي المصور العالمي الله يرحمه سعد الان في هولندا وفؤاد شاكر تجولنا لشهور بكاميراتنا بالتسعينات ووثقنا بغداد القديمه كلها. طيب اذا نجي هسه الاعمال حامد المالكي كتب الكوميدي. نعم 50 حلقة من عائلة في زمن العولمة عام 2004 و2005 وتنبأت بمصائب الانترنت. اها تنبأت شلون؟ فكان اسمه عائلة في زمن العولمة. تحقق اللي طرحته بذاك الوقت كان عمل سيت كوم اول عمل سيت كوم في تاريخ العراق. اها نعم اها 50 الجزء الاول 20 الجزء الثاني 30 انتجته البغدادية. رأيك بالسكتشات اليوم؟ لا ما لا أثرت على عجل الدراما العراقية؟ لا. قدمت محتوى جيد؟ بعضهم. نشوف بهاي السكتشات وهاي تطرح مفردات الشارع. أكو مفردات شارع مثلاً طبيعية لكن أكو مفردات بها إساءة يعني أشياء بذيئة. هذه أشياء تشبه الفقاعات تكبر وتنفجر فلا تقلق. طيب هسه إذا جاك مثلاً مخرج وقال اكتب لي سكتشات وهاي بمبلغ مغري تكتب؟ ويردون بلغه الشارع؟ لا. ها جربت لا قوي لا. جربت مره جربت مره ايه. فشلت. ها لا انا مو هذا التايبي. قل لي اكتب لي حياه ابو طبر حياه ايه. يعني انا احب تاريخ العراق تدري. عمل ملحمي او عمل تاريخي؟ الحب والسلام. اوكي الحب والسلام لكن عمل تاريخي مثلا تاريخ التاريخ ما خاف تقطع كلامي. لا ما انقطع. شوف هو اكو قول ما ادري لمن طه حسين. لا لمن طه حسين قال في التاريخ ايه؟ التاريخ يمكن الي الكلام ما ادري جزاني افتهم هالقد ما اعرف. التاريخ سلسله من الاكاذيب متفق عليها. شلون هاي؟ واكو عباره شهيره يمكن لنابليون ما اتذكر انا ما يهمني من القال اهم شنو اللي قال. التاريخ يكتبه المنتصر. منتصر صح. يعني هاي الحقيقة الإنسانية كلها. الواقعية. يعني أنت تقول العصر الذهبي. يعني هسه مثلا سيف بن يزن وبزيد الهلالي. لا لا كله كذب هذا كله. داحس والغبراء وذن. لا داحس والغبراء يقال إنه حقيقة لكنه هاي يشيل داحس والغبراء اسم خيول. إي صارت معركة 100 سنة. سباق وصارت بسبب هالمعركة. احاديث الحكواتي قبل حكواتي ما زال في دمشق في مقهى النوفره حكواتي قلت ليش احب دمشق يا عيني على دمشق كلها نحب سوريا يعني اشبه بلد بغداد واقرب للعراق حتى ما تحس بغربه بسوريا ابدا ابدا فهذا الحكواتيين قاموا يالفون ايضا في مهنه الوراقين اليوم يكتبون يعني ماكو استنساخ فيقعد واحد يخط ومن اشهر الوراقين ابن مقله وقد قتل من وراء كتاب اعاد كتابته يعني هسه ذن ابو زيد الهلالي و التاريخ الاسلامي مشكوك به
التاريخ. طيب شعراء الجاهلية حقيقة؟ يعني طه حسين قال لا ما موجودين. لعت هالقصائد منين؟ ما أعرف. يعني عنتر العبسي وهذا؟ هذا عنتر فد واحد يا أخي غريب. شلون؟ ما أعرف. وقصة بين واقعية مثلاً من يكتب على عبلة مجنون يعني الليلة. يوسف يوسف شفايف حبيبته عبلة مو اسمها؟ عبلة بتعمه هي بنت مالك عبلة بنت مالك. يوصفها تفاهة يقول وتذكرت شلون ولما وددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم. تخيل السيوف بها دم في الظهر شفايفها حمر فتذكر شفايف عبلة بسيوف تقطر دم. ترى هاي فد شيء مهزوم هذا شيء نفسي تافه يعني. فلا نتغنى بتاريخنا العربي. لا ولمعت السيوف لمعت السيف لا اي تلمع مثل سنونها لا والدم بي اي وددت تقبيل السيوف لانها لمعت اي ليش هي السيوف بها دم وقد ذكرتك والرماح ونواهل اي القصد او واحد يقعد يكتب له الف يعني هو تشبيه مو يقعد يكتب له الف بيت شعر ويعلقوها على الكعبه وما ادري شنو والمجتمع غارق سوق يعني معلقات يا اخي يا اخي هذا ترف هذا الترف المجتمع غارق بالجهل والجاهلية. يعني امرؤ القيس كذبه؟ والله يقال هيك ما اعرف. يقال انت اريد. ايش قد نسبة ما قلت لك انا شوي الشعر عندي موقف من عنده. ايه موقف هو خطا الشعر شيء عظيم. ايه خوش حتى شعراء ما يضوجون. ما نجحت شعريا؟ لا. يعني هسه انت تقدر تقول عن نفسك شاعر فاشل؟ لا يعني ما عرضت نفسي شاعر. ما عرضت ما طلعت نفسك شاعر ولا قصيده ولا سمعت ولا لا بات بالفيل لا 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 ابدا ها لكن كقاص اي قصه قصيره بالثانويه وعندي كوم قصص بس ما انشر كسول بالنشر روايتين واحده شاركت بكتارة ما تنشر شنو السبب الحياه قبل الخمسين كتاب كمل يومياتي من اول يوم كورونا اليوم يوميات الكره الارضيه حلو هاي كلها كتب لكن ما كل ما يشوفني ياسر بن عدنان الله يرحم الشهيد عدنان ياسر مكتبة عدنان أقول له ياسر صاحب مقهى وكتاب ألف تحية قبل شوي كتب لي أي أقول له ياسر راح أجيب لك الكتب تشري يقول يلدي تجيبها وأنا ما أجيبها شاب طموح نوجه له ألف تحية في التاريخ يعني ما أدري التاريخ شفناه بالمسلسلات كذب مو ما أقدر أحكي مسلسل اللي كتبتها اللي هي الحرب والسلام الحب والسلام الحب والسلام هاي تاريخ أنا عايشة صدق ايش قد نسبة الكذب مية بالمية هي الحرب العراقية الإيرانية وتأثير الحرب على المجتمع العراقي مية بالمية ماكو أشياء ما بيها فانتازيا لا أبدا واقعية أنا عايش في الحرب أنا أنا كتبت حياتي في الحب والسلام يعني هسر تصرح شيء أنت على التاريخ وعلى شعارات ما أنا مصرح به موجود بالإنترنت هواية هذا التصريح والله والله بدي أسمع يعني ليس كل ما موجود في كتب التاريخ حقيقي كتبنا عمل تاريخي و من وحي الخيال ممكن تكتب عمل تاريخي فانتازي أما يعني التاريخ التاريخ شائك التاريخ الآن الأمة العربية والإسلامية تعيش محنة كبيرة وتأخر كبير بسبب كتب التاريخ هي تمام بعد ما أقدر خلصت فقرة الشتاء يلا فاصل ومكملين أكيد من بعد هذا الفاصل القصير وصلنا إلى فقرة شنو رأيك أستاذ حامد المالكي عندنا صور استعرضين لك وتضطر أيك بيه الصورة اللي ما تعجبك no comment ما تعجبني لو اللي ما يعجبك تعلق عليه تمام تمام بس سوى صورة حتعلق عليها العلم العراقي هذا الكفن وهذا ثوب عرس شهيد أنت إن شاء الله عمرك طويل تتمنى تكون شهيد كل العراقيين شهداء أوراقهم الخضراء مؤجلة يعني لازم يسير قصدك مرة قلت نحن أموات نسير على الأرض هاي بأيام المفخخات لا أعادها الله الله لا يعود أنا مع رفع اسم الجلالة من العلم العراقي ليش؟ لأنه يتعرض للإهانة عندما يبلى بسبب تقلبات الجو تأثيرات الجو فأشاهد أعلام عراقية فوق الوزارات بالية ما يشوفوها أصحاب الوزارات ما أعرف
لكنه أخطر ما على اسم الجلالة هذا أن يرفع العلم العراقي هذا خائن فيدنس هذا الاسم. هذا أبي الروحي وأستاذي وهذا أشجعنا. جميل. نعم. جميل. التقيت به في تل عبطة عندما زرت الموقع أنا والفريق حامد عطية المالكي قائد طيران الجيش، وكنت مع الفريق حامد فريق الركن الطيار فريق الطيار الركن هكذا تلفظ حامد عطية المالكي، فصعدنا في سمتية اسمها بيل صغيرة الحجم، وكان معي الفريق حامد، وأول ما نزلنا في تل عبطة هذه في معارك التحرير، أنا كنت في وزارة الدفاع كنت مستشارة للوزير، فضربنا بهاون من قبل داعش، فأني رأساً وقعت بالقاع بينما بقي هذا الرجل وفريق حامد واقفين ولا كأنه هاون وقع يمهم، زلم ما ضيم مثل فأدركته ما في قلوب هؤلاء الرجال، يعني فزيت خربطت يعني. ما هزم الهاون. أبداً هم والمجموعة كلها يعني. الشهيد أبو مهدي المهندس رحمة الله عليه. الله يرحمه. قائد عراقي. الإمام السيستاني. هذا الأب وهذا هذا الذي جاء إليه البابا وخرج والتفت التفاتة صغيرة البابا بالباب. أنا هاي الالتفاتة هواي استوقفتني. يعني يذهول؟ لا هو صافحها وغادر، وقف بالباب رد التفت مرة ثانية وباوع عليه. بعدين صعد بالطائرة البابا، سأل البابا مواني. قال رأيت النور كله ورأيت الحكمة. في عام 2014 كان لي أصدقاء من منطقة الشعلة، وبعد الشعلة منطقة اسمها إبراهيم بن علي، احنا نحكي بغداد. وخرج أبناء الشعلة ببنادقهم الشخصية فعن وصلوا داعش إلى إبراهيم بن علي. طبعا هاي معلومة دقيقة، فأصدر يعني أقرب حتى من أبو غريب. اي بالفعل أقرب. فأصدر فتواه الشهيرة التي أعادت للعراق هيبته. كاظم قريش. هذا بعد أبو عليوي. ألف تحية لنجمنا. البعض يقول أنه حكم العلاقة أنه حامد المالكي يفرض كاظم قريش. هو فنان يفرض فنه. أنا عندي 30 مسلسلة وأكثر. كاظم مثل لي 2 بطولة اللي هي أبو طبر والدهانة. وثانوي في الحب والسلام. من أين هذا الكلام؟ لعد ليش هيك؟ من أين هذا الكلام؟ اللي نسمع. لا أنا الدهانة كتبت إله. ها يعني كتبتهن إله شخصيا. وأبو طبر كتبت إله. لكن هو وسيم شون يعني ما جازفت مو جازفت إنه. أنا ردت أقدم أبو طبر بشكل آخر. يعني هو أبو طبر مرعب وهيك يعني. أبو طبر ما كان مرعب، كان إنسان عادي حلو. لكن موجودة صورته مو كل يعني أبو أسامة كاظم قريشي. لا طبعا. ألف تحية لأبو علي. أبو علي وسب تركي ذي صور. إيه ألف تحية له. الاحتلال. ما دام جبناها على الوالد الله يرحمه من ما كسر الراديو قال الحرب هسه بدأت. إيه. أذكر في يوم القصف اليوم الأول لقصف بغداد صعدنا ركض للسطح. إيه. ساعة 2:35. فنظر إلى السماء بغداد مشتعلة يعني كأنها ألعاب نارية، فقال كلمة واحدة انطبعت في رأسي كتبت كوشم يعابيكم الله. الله يعابيكم الله، دعوة هي شون الدعاء يعابيكم الله. حلوها حبيتها كلش حبيتها. خلصت فقرة شنو رأيك هسه عندنا فقرة انجح واربح، راح أسألك أسئلة وتجاوب عليها. أكو فلوس بعد أنت شو تريد عيوننا إلك؟ على وجوه ماكو فلوس. حبيبي حبيبي. حبيب الروح. فاصل ومكملين.
وصلنا الى البارت الاخير، احنا بدنا يعني يمكن اربع اجزاء ما تكفينا. حبيبي حبيبي خفت دمك، موسوعه خفت دمك، والكادر الفني المبدع بقياده استاذ سعد. تطول عمرك. انت موسوعه مهمه ومؤرخ ومثقف، حد للثقافه، شايف اقول له حد للعزوبيه؟ انت حد للثقافه. عمري انت. حبيبي استاذ حامد. كل سؤال اسالك تجاوب اعطيك حرف من رمز عراقي، تجمع الاحرف وتعرف من هذا الرمز. عدل؟ السؤال الاول، من العالم الذي اثبت كرويه الارض واعدمته الكنيسه؟ اقوله؟ اي طبعا جاليليو. قال صح، جاب صحيح. هذا اول حرف من الرمز، حرف الجيم. بمدرستك تبي شعب الف وجيم؟ كنت الف. الف ما شطار، ما شطار. ستشات ستشات. السؤال الثاني، من هو الشاعر الذي كتب اروع القصائد عن حبيبته بثينه؟ جميل. حلو. عصار ج ج ها اعطيك جميل بثينه. ليش حين؟ لا ما لها علاقه هاي الاحرف بهاي. اكو رمز بالاخير راح تعرفه من فنان، بعدين تجمع الاحرف، خليها جيم. اتوقع منه؟ منو؟ جعفر علي؟ لا هو اسمه جعفر. صح. هذا اللي يقرا كتب. لا يا برسلان. السؤال الثالث، لا يا برسلان اشتغلت روحي. من هو مخترع الهاتف؟ نسيته. هذا من اخترع الهاتف فخابر زوجته وامه عبر البحار. إيه؟ فراد يقول كلمة، شنو هي الكلمة اللي يقولها؟ ما ما فقال هلا. فصارت الو، صارت الان. حلو. نعم. ما نسيته. نسيت اسمه غراهام بيل. غراهام بيل. هسه عندك حرف نقص، لكن انا اعطيتك اياه الاسم جعفر، هسه يعني بعد عادي. ما معنى الحسام؟ سيف الذي في غمده. سيف الذي في غمده. يعني ما شاهره. قبل عنا يقولون سويف خلف. شنو هذا اللي يلمع؟ سويف خلف، انا جدي الخامس ما خلف، لازلنا نحتفظ بالمضيف مالتنا بسيفي. والنعم. نعم. والنعم منك ومن جدك. نعم حالك. مضيف قصب وهاي الاشياء؟ طبعا. حلو. هو جعفر. ما هو الاسم الكامل الفراهيدي واضع العروف في الشعر؟ احمد. قبله؟ الخليل. اي صح صح. طبعا هو اسمه احمد. ايه؟ اما الخليل فهي الكنيه. كنيه. حرف الفاء. من القائل دع الايام تفعل ما تشاء وطب نفسا اذا حكم القضاء؟ للقول هذا عده شعراء. شعراء. حتى نسب للامام علي. سلام. نسب للامام علي ونسب للشافعي. الاقرب الشافعي. مو صح، جاب صحيح. من هو بطل فيلم ماسك او القناع؟ يا هذا النسيان. الممثل الامريكي العظيم نسيت. جيم كاري. جيم كاري. من هو اخر من حكم الدولة الاموية واعاد الحق للفاطميين؟ آخر حكام الدولة الأموية كان ما أعرف. عمر بن عبد العزيز. لم يكن أخيرا. هو الذي نعم هو الذي عاد الحقوق لأهل البيت، لكنه لم يكن الحاكم الأخير. الحاكم الأخير هسه موجود جوجل ونكتب. لا لم يكن. قتلوه وجاء بعده حكام. لا لا هسه راح نكتب. هذا راح نكتب. حجارتي بعباني. عمر بن عبد العزيز لم يكن. من هو آخر من خلفاء الدولة الأموية؟ آخر خلفاء هي قبل طلعت الدولة الأموية. مروان بن محمد بن مروان بن الحكم. تمام. ابن ناصر بن مروان. أول من حكم، آخر من حكم. أي طلع هاي بالترتيب. آخرهم عمر بن عبد العزيز. هذا عمر بن عبد العزيز.
سنة 720 هجرة 717 إلى 720. نعوفها الحكم للجمهور. تمام؟ تمام. من صاحب قصيدة البردة؟ نهج البردة. نهج البردة. قصيدة البردة. بانت سعاد وقلبي اليوم. متبول. زهير بن أبي سلمة. زهير بن أبي سلمة. سلمة. أيضا من شعراء المعلقات. نعم. هذا أدرك الجيلين يعني ما قبل الإسلام وما بعد الإسلام. كعب بن زهير بن أبي سلمة. هسا عندك نقص حرفين يعني أخذت 70% زين 70%. ها؟ دخلك يا تحب القانون؟ في القانون؟ إيه. ها؟ ما فكرت تدرس قانون؟ والله فكرت. على كبر لو بشبابك. أنت إن شاء الله شاب بعدك تخبر. بدايتي ما أفكر غير السيناريو. على كبر يعني فكرت. بعدين باقي فترة الاسترخاء. بس أنا من أكتب مسلسل لا دائما أستشير طبيب وأستشير محامي. لازم عندي حالة مرضية بالمسلسل فأستشير طبيب يا مرض شو اسم الأدوية ولازم عندي فقرة قانونية فأستشير المحامين. ليش تخلي الفقرة قانونية؟ لابد أن أكو طلاق أكو مشكلة يعني بالمسلسلات الاجتماعية. إيه صح. بعدين يجي السيد جوجل أنقذنا من هذا الموضوع. إيه جوجل إيه. إيه فصاروا لكن لا زال أنا أصدقائي محامين أكثرهم. شلونك بالرياضة؟ كنت بطل العراق بالمصارعة الرومانية عضو منتخب وطني. حلو. تريد هسه أسألك أسئلة رياضية حتى تكمل 100 تأخذ 100. يلا. من هو الهداف التاريخي العالمي الان؟ ايه الان طبعا رونالدو باعتباره ريالي. انا هم ريالي. رونالدو دخل ايه؟ التاريخ كاكثر من سجل كسر رقم على دائي. نعم. ايش كم هدف؟ 600 يمكن. لا لا هذا نحكي الدوليه. ادائه كان 109 ما اتذكر. يعني كريستيانو رونالدو البرتغالي وصل 116. تمام. من هو الهداف التاريخي لكاس العالم؟ بيليه. بيليه عدى 12 اكثر من بيليه. كان مولر الالماني. مولر اي اي. بعدين صار رونالدو البرازيلي 15 بعدين كسر رقمهم الله يرحمه كلوزا ب 2010 أي. ايضا على البرازيل سجل هدف وكسر رقم رونالدو البرازيلي. معلوماتك الرياضية بعد شيء تريد أسألك؟ ريال مدريد رونالدو كم هدف عنده الريال باعتبارك ريال؟ ما 450 هدف. أكره الأرقام. لا أنا أحب شوف دائما نتفرج. أنا مسوي استبيان بالتويتر من راح يفوز الليلة كلاسيكو الأرض الريال وبرشلونة. بس بنزيما ما راح يلعب للأسف. بنفوز المهم. حلوة هاي مفوزي. لا من اثنين خطيئة الريالي. بس هسوي تشافي بدا يرجع الفريق. بدا 11 لعبه ما عنده خساره. 13 لا 11 13 اخر 11 مباراه فاز. اخر 13 مباراه عنده. اي انا يعني احكي خساره ماكو جزء التعادل تحكي انت. اي تعادل تعادل. لا لا 11 فوز. 11 فوز عنده. نعم صح. نعم. لكن كسلسله 13 مضبوط. انا بالارقام ما اتوقع. انا اكره الارقام. ليش؟ ما ادري ما احبها. زين رقم الحظ ايش عندك يا رقم؟ كل انسان عنده رقم حظ يتفائل به. ما عندي. أنا عندي 9 و 5. أنا أكره رقم 13. ليش؟ أكره. بعد شي تحب أسألك بشنو حتى نختم؟ كم شاب بالعراق يلعب طوبة زين؟ تريد أسألك؟ لا أنا أقول لك يعني سؤال لك. أنا إليه؟ والله عندنا لاعبين جيدين. مو المعروفين. ها الفرق الشعبية؟ وايد. يا مدرب إجا ويا اتحاد كرة دعا يفتر على الملاعب الشعبيه. دعا مو يفتر يدعو إيه؟ الفرق الشعبيه تلعب في ملعب الشعب ويقعد المدرب والمدير الفني ويختار اللاعب. ما راح يادون. خذها من ملعب الشعب يادب بمساحته بالملاعب الترابيه اللي بدها تتلاشى. الخماسي هو اخذ منها بالملاعب الترابيه راح يبين. لكن شوي شوي يلعب على الثيل اوكي. لكن لاعب فرق شعبيه وتجيبه قوره تلعب على ملعب الشعب حتى ذا زين ما راح يؤدي. لكن الكشافه كان عمو بابا يروح يختار. نعم بالمناطق. نعم الشعبيه. نعم. حاليا عماد محمد وجه له تحيه مدرب منتخب شباب جاي يفتر سيارته ويفتر على الملاعب والفرق الشعبيه يختار لاعبين بطل. ايه مثل النجوميه بالتمثيل. ايه مثل النجوميه بالكتابه. اكو كتاب اهم من عندنا. وكم ممثلين ما ممثلين بس هم اهم من الممثلين. ما حد مكتشفهم. عندنا عندنا شخص صديقي من اهل الكاظميه موظف الوضع الاجتماعي ما يسمح له يمثل.
طاقة كوميدية عجيبة بحيث من أخابره أو أروح له طول فترة اللقاء أنا بس أضحك وبعض فنانين الكوميديين يروحوا له والقول له يستوقون منه يستوقون من عنده أفكار كوميدية ويجون. فقلت أنت ليش متمثل يا أخي؟ قال لي وضع الاجتماعي ما يساعد. وكذلك المغنين يعني احنا قضيةكو. انا استغرب ضيف لي جو قالوا رسلان مثل، تنصحنا مثل او ما مثل؟ والله ذاكرة الشعب يعني ذاكرة الجمهور عرفتك مقدم مقدمي. الان دي يصير الممثلين دي يصيروا مقدمين صح، بس انا ما ادري يعني لو اكو دراما زينه كان قلت لك مثل. ها لا عاد خليني بحرثتي نعته اني اقول اظل بحرثتي. نعم. اذا سينما ممثل. ها حلو حلو. استاذ حامد كنت ضيف رائع. شكرا جزيلا. واستمتعنا. ممنون. كلمه لجمهورك. والله اتمنى انه اول شيء عمل سلام بالعراق. يا رب. وهاي المشاكل الفرعيه بعدين قضينا على المشاكل الكبرى، بقت المشاكل الفرعية أنه نتوحد ونحلها. من حق الأجيال القادمة، من حقها أن تسألنا إحنا ماذا فعلتم للعراق؟ إذا أسأنا التصرف والحكمة فهذه الأجيال ستلعننا، وإذا أحسننا التصرف والحكمة الأجيال القادمة راح تمدحنا. هذا اللي نطمح له. فأرجو أن القلوب تتصافى، قلوب السياسيين تتصافى و يا رب. حتى يس الرمز العراقي هو العراق. اسمه جعفر السعد. جعفر السعدي جاتك صحيحة. هاي عليها 10 وانت عندك 70، هاي 80. الله يرحمه. حامد المالكي اخذ 80. الله يرحم جعفر السعدي. الله يرحمه. شكرا لك استاذ حامد، كنت ضيف رائع ومهم. الله يحفظك ان شاء الله ونلتقيك في حلقات اخرى ونستمتع بحضورك واطلالتك البهيه. انا اشكرك. السلام. شكرا. وشكر موصول لكم محبه المشاهدين، نلتقيكم في حلقه اخرى حتى ذلك الحين في امان الله.